السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ كلشي مزيان؟ كلشي على خير وبخير؟ كي دايرين مع هاد الصعودات؟ كي دوزتي العيد؟ كي خرجت دواراتكم؟ المهم الخوت، بغيت نشارك معكم الاجواء ديال ليله العيد وكيفاش كنقرضوا وكيفاش داكشي. ولكن راه عندنا الضيفان، والله عرفتوا دابا هي الله هاد الوجبه يعني ما عندناش، ولكن دابا راه كنصور لكم والله حتى 6 وفي العشيه غيجيو الناس غادي يتعشاو عندنا، غادي المهم غايجيو عندنا ضيفان غادي يتعشاو عندنا وصافي. الخوت دابا بغيت نقول لكم هو انني المهم غادي نقول لكم شنو غادي ندير مع الضياف وداكشي، ما عرفتش شنو نقول لكم، غادي نشرح لكم. المهم راني جبت هادشي، قسمنا هذا العيد ديالنا قسمناه وقطع لي الدم، قسمناه وقربناه داكشي باش ما عنديش كيفاش نشارك معاكم الصراحه. كيف ما قلت لكم قسمناه وقردناه. هنايا خديت بغيت ندير غير شويه ديال القطبان يبقاو عندي انايا، بحال كاك عارفه ملي تيكونوش الدار اللي تكون في السوق ولا ملي تيكونوش كتبغي شي حاجه باش ديباني، قلت زعما ندير واحد شويه القطبان وتيعجبو حتى السي محمد. السي محمد صور من داك النوع اللي ما تياكل لا دواره لا لحم مبخر لا لحم مشوي لا حتى شي حاجه. ونيت في هذا، راه كاين واحد شويه ديال الكفته، ما حيت عندنا الضيفان كيف ما قلت لكم واش هو ماكلاش، غادي نشد واحد شويه غادي نقرضوا قطبان نديروها شويه صراحه باش ما يديرش. هاني موجدة هاد البواطه هادي فاش نقرضوا ونديروا فيها، نديروا مع بصيله ولا قامه كل واحد كيفاش كيدير ليه. شكون بحالي الخوت ضروا العيد؟ انا بعدا ضرني العيد قهرني وحق الله ضرني، حتى ما نقولش لكم ضرني بزاف من الصباح وانا مدقدقه وحاشاكم الردين من دقدقه والردين. انا هكا نرد اي صن نرد وكنحس بالحريق في كرشي وداكشي، عرفتو دابا انا عندنا الضيفان وشوفوا شنو غنوجد العشاء وغنحطها تبرد في الثلاجه. غادي ندير جبت هاد التفاح هذا ورايبي وغادي ندير سلطه فرن. المهم انا كنصايبو منها نهضر معاكم، نصوروا الخوت هاد العام وحق الله حنا اول مره كتوقع لينا. كان با مريض في 2018 ويعني وبزاف الحوايج كيف ما عاودت ليكم، وكان وشرينا العيد قبل داك القاز زعما بالي مريض وشرا وصا وشرينا قبل بسيمان. هاد العام ما شرينا حتى نهار الحد، والله الا قلت لبا انا هادشي اول عام صافي كتشوفي الظروف وبزاف الناس زعما ولات عادي انه لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يمكن يعني صافي. قلت له بلاش والله حتى بلاش، واخا حنايا زعما واخا ما يكونش عندنا. والله كنشوف بزاف ديال الناس عرفتي، كنشوف واحد الحالات في التيك توك وهذا زعما عندهم ارباح خياليه وكيربحوا وكيطلبوا العيد. والله كتشوفي بزاف د الحوايج، انا بعدا والله اختي ما نقدرش ما عندناش ما نعيش ما نديروش، علاش غادي نوض نهبط انا كرامتي باش ندوز ديك السويعه ديال داك النهار صبي باش ندوز هذيك الساعه ديال ديك النهار، علاش نهبط انا كرامتي وهذا ما عرفتش والله. المهم الخوت العدد ديالنا بزاف ديال الناس ما كيديروش بحالي حتى سي محمد من العيد باش ما يبانش. دابا عاداتنا حنايا كنديرو التقليه وكنديرو بولفاف، كاين الناس كيديروها بطريقه يعني كيديروا هاد القطبان هادو هما اللي كيديروا نهار العيد، كيقطعوا اللحم وكيديروا القطبان نهار العيد. حنا لا حنا زعير شكل هذيك هي الخلطه ديالنا العجيبه. وتصوروا الله اذا تحملت واحد المسؤوليه نهار العيد. الحمد لله يعني سميتو تقولوا فين هي الام ديالك يعني. كانوا هما في السطح يعني كتغسل شوطات الراس وداكشي صافي. انا ملي شفت يعني غير انا ما عندي ما ندير يعني كنسخر خويا الكبير سي محمد صافي وكنوجد انا داكشي صراحه. واش الحمد لله كلشي وجد وداز داك النهار وتغدينا بالعكس قبل من الوقت، واخا كانت ديك التقليه شويه كبيره ولكن في الاخر سديت على درت بوست فراس ديت عليها وصافي. المهم جات زوينه صراحه وجا كلشي داز النهار مزيان واخا هكا المهم داز النهار مزيان. والله شوف غير وصل الظهر كيأذن انا مشيت نعس مشيت صافي ما قلت لكم ما كنتش ناعسه وداكشي. ودابا اختي دارني اللحم، شكون بحالي ضرها اللحم عرفتو كنحاول وحق الله ما كنستافد من يوتيوب
وكنحاول انني نلقى الوقت باش نشد معاكم شي فيديو شي لقيطه. ما بغيتش نحبس القناه، ما عرفتش تنقول يجي واحد النهار وطلع يجي واحد النهار وهذا، ما بغيتش نحبسها والله. ما عرفت شنو ندير وحق الله، عرفت شنو ندير. شي حنايا حنا المغاربه ما كنبغيوش الواحد اللي كيوري لنا شي حاجه صادقه، كنبغيو اللي يبان علينا، كنبغيو اللي يكتب علينا واللي يبان علينا وهذا، كنبغيوش شي حاجه اللي صادقه. حيت انا من داك النوع اللي كنبين الواقع، يعني عادي كنعيش معاكم فيديوهاتي عاديين كلشي. دابا شوفوا حتى هذاك التفاهه ولات كتشجع ناس وحدين اخرين على ود الفلوس يديروا اي حاجه، على ود الفلوس يديروا اي حاجه. عرفتي والله يلاه حطيت واحد الملاحظه في تيك توك وكلشي كلشي فجاه كلشي سكن في السطح، فجاه كلشي ما عندوش باش يعيد ويلي. وكتلقى ناس محسنين كيضيعوا فلوسهم مع هذوك، ما عرفتش واش ربي تيقبل، ربي ما تيقبلش ديك الحزانه والله. سير عند الناس اللي محتاجه، سير اللي ما صابش عطاه الفلوس وكاع كاع ما تاقش، ما عرفتش اللي ما نعطيها انا ما عندي الزر، نمشي نحطهم غير في دار العجزه على الاقل، بحال صدق بحال والدي كبار. والله الا ما عرفتش ما نقول لكم. المهم الخوت عرفت شنو دابا نايضه، شادني واحد الردان حاجاكم داكشي باش تشهيتي التفاح ونديرو مع رايبي، حيت انا ماشي من داك النوع اللي مع التفاح ياكلو نيتان قليل. دابا بغيت نديرو مع رايبي ونحطو تيبرد في الثلاجه، كنحس راكم عارفين مع ما كتكون ضارك المعده والاعصاب تتكون بحال شعلالك العافيه خاصك غير باش تبردي صافي. دابا اختي واحد الطويسه اخت هادي صغيره ما عرفتش فين هي، بقى معايا هاي صغيرة ياكو، هاي صغيرة غادي نقرد مازال، هاي صغيرة غادي نقرد فيها هادي التفاح، ندير الصراحة نقردو. أنا شوف أنا كيعجبوني لي صالاد، صالاد فروي، لي صالاد صالي، لي صالاد سواح لسواحهم، المهم كيعجبوني، كيعجبوني هادي كيحمقني أنايا بحال هاكا، كرهت أنا منكلش هادشي، نبقى ناكل غير نعيشها بحال هاكا، والله. صافي غادي خصني نقرب التفيح ماما، انا شاركت معاكم شنو درنا، ممكن نعاود لكم اختي غير بالفم والله الخوت وحق الله حقيقه ما كنصورهاش معاكم والله، حتى راه كنضرب اكثر من جهدي واكثر من طاقتي ولكن ما كنلقاش معهم، ما نفهمش كون لقى التفاعل ما تلقاش حتى كيفاش تلي صورني. هانتو شتي سي محمد تيبغي تبان معايا البارح خويا الكبيره كيشدني تصوير والو عيان والو، وخاصك تزربي والناس ما عندكش باش ديرو وما من حقكش تشدي حتى شي واحد. انا كنبغي خصني نبان بوحدي باش يبقى الفيديو مرتاح، شفتو تبان رجل واحد مدرقه، تبان يد واحد مدرقه، باش انا ما كنبغيش شي واحد يجي يهدر ولا هذا. حتى ملي كنمشي للمناسبات ما كنبغيش حتى حد، وتنتفادى انني بعدا نشد شي واحد. المهم اخوتي هنكملت معاكم ديك 8 دقائق خليكم في امان الله. صافي غادي نزيد عليها هي رايبي، ما غندير لا سنيده لا نزيد عليها رايبي ارمي الكرش.